السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم شربة ديال الباربا، كتجي لذيذة بزاف حتى شاركتها معكم، ولكن اليوم وجدتها بطريقة مختلفة. وغنشوفوا كذلك كريب مالح بالخميرة البلدية اللي كيجي لذيذ بزاف 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 وصحي. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات وتردوا عليا الاخبار. بسم الله على بركة الله. غنبدا بالبصيلة، هاد البصيلة الخضرية الا ما عندكمش ممكن تستعملوا البورو، لكن هاد الكريب كيجي فيه هاد البصيله هذه كتجي حسن. كنقطعوها قطع رقيقه، ومن بعد انا غدا نستعمل فيه كاس ديال دقيق الشوفان وزوج ديال الكيسان ديال الفرينه اللي بالنخاله، ولكن غير ديك الرقيقه. وغدا نزيد واحد الكاس ديال النخاله الغليظه، هذه الغليظه كنت ملي كان عندي الدقيق ديال المغرب كنت كنزولها وكنديرها فواحد القرعه، مره كنستعملها. ممكن تعاودوا تطحنوها الا بغيتوا باش كتولي رقيقه. والخميره البلديه فعلتها في الصباح، ودابا راه العشيه هذه غناخذ زوج ديال الكيسان منها، لان الكريب ما كخليش انا يخمر، يعني ممكن تخليوه يرتاح هكا ساعه فقط او نصف ساعه، الله يجعل البركه. الا كانت الخميره مفعله راه مزيان بزاف، ما كيضرناش هاد الكريب. شفتوا كيفاش تبارك الله مفعله فيها هاد، كنت مخلطه فيها الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، النخاله الغليظه فيها الريحه ديال بحال البن، وما كيجيش بالمره، يعني ما كيجيش البنه ديال الحموضيه في هذا الكريب. هذا كنستعمل 4 ديال البيضات. الا بغيتوا راه ممكن تستعملوا الحليب ولا تستعملوا اللبن، غير هو الخميره البلديه كافيه، يعني كتعطيكم ديك كيجيو رطيط بين هذا الكريب. وهنا عندي غير المعدنوس، قطعوا واحد الكميه كبيره واستعملوها، يعني انا استعملت تقريبا قطعه ديال المعدنوس. وهنا غنستعمل زيت الزيتون تقريبا، يعني نص كاس ديال زيت الزيتون، يعني 50 مليلتر. وضروري كتنسموا هذا الكريب باش يجيكم بنين لانه مالح. كنستعملوا الفلفله الحلوه، شويه ديال الكركم، الكركم ما تستعملوش بزاف، نص معلقه الله يجعل البركه. وكنستعملوا شويه ديال الزنجبيل حتى هو نصف ملعقه. وانا استعملت الملح اللي بالاعشاب اللي كنت شاركت معكم الطريقه ديالها، راه قربت قاد عليا هادشي اللي بقى ليا منها. الا بغيتوا راه ممكن تستعملوا غير الملح العاديه وزيدوا شويه ديال الزعتر باش يجيكم المذاق زوين بزاف. يعني هاد الكريب اللي مالحين كيبغيو نسموهم، يعني باش كيجيو بنانين، يعني باش كنعوضوا داك الفرماج، ولا بغيتوا تزيدوا فيهم فرماج راه ممكن تزيدوا الجبن البلدي حتى هو كيجي، واحد الكاس ديال الجبن البلدي. غنستعمل كاس في الاول هكذا ما كتعجن ليش باش ما تكونوش دوك الكويرات اللي كيكونوا في العجينه. كنخلط مزيان غير بشويه، وعاد كنبقى نزيد بالكاس هكذا كنتحكم يعني في العجينه. بالنسبه للشوفان اللي استعملت دقيق الشوفان ديال البلاد زوين بزاف، عرفتي شي مرات تنزيدو حتى في الخميره البلديه مع بالنخاله ديالو كيفعل لي الخميره البلديه مزيان سبحان الله. لا هو لا اي دقيق بصراحه فيه نخاله جديد يلاه مطحون كيعطينا واحد النتيجه زوينه في الخميره البلديه. صافي كنزيد من بعد ما خلطت كنزيد الكاس الثاني. من الاحسن الا بغيتو يعني طيبوهم بسرعه، من الاحسن يكونوا الكيس الماء دافي ولا الحليب دافي، ولا كان البن راه خليوه غير بحراره المطبخ، انا البن ملي كيسخن كيولي كليله. كناخذوا المعلقه ديال الهريسه، انا كنت نسيتها حتى الاخر عدتها، واحد العصيره ديال نصف حامضه تقريبا، هكذا كيولي داكشي متوازن. ضروري الحار في هاد الكريب هذا باش كيجي مزيان. كنزيد هنا كاس اخر ديال الماء، وانتم الماء راه كتبقاو يعني تزيدوا الماء على حسب يعني القوام اللي بغيتوا تحصلوا عليه. انا في المجموع تقريبا استعملت 4 ديال الكيسان ديال الماء،
ولكن نتوما على حسب، لانني زدت كاس ديال النخاله يعني على حسب الدقيق اللي استعملته. والشوفان كيشرب الماء، كيبغي الماء، يعني كيبغيو تخليه واحد شويه عاد تشوفوا الا كان خاصكم تزيدوا كتزيدوا. صافي كنبقى ناخذ واحد المغرفه هكذا ونبقى نقلب فيهم، حاولوا ديروهم رقاقين شويه باش كيجيو مزيانين، ما تغلضوهمش بزاف، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. دابا غندوز باش نوجدوا الشوربه، يعني كندير كلشي في مره باش هكذا الشوربه توجد هي والكريب في نفس الوقت. الشوربه غادي ندير فيها البصله، راه ممكن تستعملوا البصله الخضاريه، انا غير كملت البصله كامله، داكشي اش استعملت. هذه استعملت فيها 4 ديال التفاحات والباربا. الباربا كاين فيها البابا بصراحه انا ما عرفتش واش كاين اللي هنا كيقولوا لي راه بان الوقيته ديالها هي دا هنا هي دابا، وفي المغرب كيقولوا في الصيف، بصراحه ما عرفتش. المهم طريف ديال هذا ديال القرفه درتها ودرتها طيب، درت الماء والملح وشويه البزار، هادشي اللي درت. مهم هنا غدا نوجد واحد الصلصه باش غدا نرافقها مع الشوربه ديال الباربا. هنا عندي واحد تقريبا استعملت نص كاس ديال الزريعه ديال نوار الشمس مقشره، كنرقدها في الماء، رقدتها انا شي 3 سوايع قبل، ودابا زدت عليها تقريبا نص كاس ديال الماء والملحه وشويه ديال الهريسه. ما غاديش لا بغيتو ديروا فيها نتوما الملحه والثومه وهذا ممكن بصله الا بغيتو، انا بغيت نخليها غير هكذا باش تجيني مع الشوربه. عصرت فيها نص حامضه وغدا نديرها دابا تطحن. صافي ملي كتطحن كتحصلوا على هذا القوام هذا، ممكن تزيدوا ليها شويه زيت البلديه الا بغيتو. دابا من بعد ما طابت الشوربه غنزيد لها زيت الزيتون. ديك الطريف ديال القرفه اللي زدت راه غادي تطحن ليا، تطحن في هذا في الشوربه باش كتعطي كتجي مع القرفه زوينه بزاف. ممكن ديروا حتى واحد النجيمه ديال البادين، غير هي ما كطحنوهاش كتجي مجهده بزاف كتزولوها، يعني غير شويه ديال البزار الابيض وشويه ديال الملحه والقرفه، هادو هما التوابل اللي استعملت هاد المره فقط. كطحنوها راه كتجي خفيفه، راه ممكن تزيدوا ليها حتى خيزو، انا غير خيزو كنتقاد عليا، غير هكا بالتفاح والباربا راه كتجي بنينه بزاف، والوليدات كتعجبهم داك اللون احمر هكذا كيشهيهم. صافي وكنزينها هنا بديك الصلصه ديال الزريعه ديال نوار الشمس. كيف قلت لكم لا بغيتو راه تزيدوا ليها زيت البلديه، تزيدوا لها الثومه كيف العاده، انا بغيتها تكون خفيفه ما بغيتش تكون فيها الثومه مع هاد الباربا، يعني هذه خاصه كتجي مع هاد الباربا، هذه كتجي بنينه بزاف. غير هي راح كيجي فيها مذاق الحلاوه، هرسوها بالحامض لان الحامض غيهرس لكم ديك الحلاوه. هنا صافي الكريب ديالي ها هما وجدوا، يعني وجد كلشي في مره. المهم ما كتوحلوش في الكوزينه مع هذا الفطور هذا، كنت غير انا بوحدي اللي كنت صايمه في الصراحه، ويا ديك درتو فطور وعشاء. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لي كريب، هادو كيجيو زوينين بزاف، وصفه خاصه بيا، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. صافي هنا قدمت انا غير بالزيتون، وممكن هنا الا بغيتو ترافقوا بواحد السلطه، سلطه خضراء. غير انا هاد الايام راه كنخوي في الفريغو، يعني داكشي اللي عندي كنتشاركوا معكم، يعني داكشي اللي وجدت للداري راني كنتشاركوا معكم، يعني بعض المرات الواحد كيحير شنو يوجد، كيعطيكم افكار. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفات اللي كنتشارك معكم، وكنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم، لكم بالمثل. والى فيديو جديد ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.